الإفلاس المالي يطرق أبواب الدولة اللبنانية، فما هي الأرقام والحلول؟ جس تراد قسطون. هل يتجه لبنان إلى الإفلاس؟ نعم إلا إذا. الواقع اليوم وبالأرقام، 44% من المتخرجين عم بيهاجروا سنويا، نسبة البطالة بين الشباب تخطت 35%، النمو أي الحركة الاقتصادية ضعيفة ومتوقع عند حدود 1.2 أو 1.5%، بوقت الدين العام عم بيرتفع بسرعة بظل الاستمرار بالإنفاق المفرط، وعم بيسجل 83 مليار دولار بنهاية حزيران 2018. العجز اللي كان متوقع عند 4.8 مليار دولار بنهاية 2018 رح يسجل مستويات بتلامس 6 مليار دولار، أي مزيد من الدين، وهون المشكلة الحقيقية. صحيح أنه احتياطي مصرف لبنان بيتحرك حول 44 مليار دولار، وهو قادر يتدخل بالسوق ويحافظ على استقرار سعر الصرف ولفترات طويلة، وصحيح أيضا أنه موجودات المصارف محليا بتلامس 176 مليار دولار، وهي قادرة على تأمين متانة القطاع المصرفي، ولكن الدولة المستمرة بالإنفاق بأكثر من الإيرادات مجبرة على الاستدانة عبر طرح سندات تكتتب فيها عادة المصارف ومصرف لبنان وبشكل طفيف مؤسسات أخرى، وإنما اليوم أصبحت المصارف مكشوفة على دين الدولة بنسبة بتلامس 40%، وهي بالتالي لا تستطيع أن تتحمل أكثر، وإلا قد تواجه تخفيض تصنيفها الائتماني. أما بالنسبة للسندات بالعملات الأجنبية فارتفعت تكلفة التأمين عليها بظل احتمال تخلف لبنان عن سداد ديونه بنسبة بتزيد عن 40% بالسنوات الخمس القادمة. مصرف لبنان أمن استحقاقات الدولة حتى نهاية 2018، ولكن ماذا عن الاستحقاقات بال 2019؟ هنا المشكلة والإفلاس بحال تخلف الدولة عن سداد ديونها، أي طرح سندات دون إيجاد من يشتري. ولكن قبل الإفلاس هنالك حل. فأولا تكبير حجم الاقتصاد عبر دخول استثمارات جديدة تأمنت عبر مؤتمر سادر اللي بالوضع الحالي هو آخر الحلول، وأيضا وطبعا القيام بالإصلاحات الجدية والحد من الإنفاق والهدر والفساد. فهل من يسمع قبل فوات الأوان؟